البلاغ بتاع الرابطه نشوفوه. بلاغ الرابطه ان الهيئه المديره للرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان المجتمعه اليوم الاثنين 1 ماي 2023 بتونس، وبعد التداول في المستجدات الاخيره ومنها المتعلقه باستدعاء رئيس الرابطه على سبيل الاسترشاد، العنوان بتاع الاستدعاء، قالوا له رانا باش نسترشدوا، يعني باش نسهلوك باش ناخذوا منك المعلومات، ومنها المتعلق باستدعاء رئيس الرابطه دونك بالاسترشاد لدى فرقه مكافحه الارهاب الحرس الوطني، بانها تعبر عن تنديدها الشديد بالانتهاكات الخطيره المتعلقه بالاجراءات القانونيه وخاصه لمرسوم المحاماه ومجله الاجراءات الجزائيه. يعني نشوفوا التنديد متعلق باش بالانتهاكات الخطيره المتعلقه بالاجراءات القانونيه وخاصه مرسوم المحاماه. يعني التنديد حبوا نفهموا شنو المربع اللي يلعب فيه التنديد هذا. وإذ تعبر الهيئة المديرة عن تضامنها المطلق مع رئيسها وتدعوه إلى عدم الامتثال للاستدعاء الأخير، وفي السياق ذاته فإنها تندد في السياق يعني تندد بمحاكمات الرأي ومحاكمة السياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين على خلفية التعبير عن آرائهم وممارسة نشاطهم. صابر النفزاوي تحب تعلق على هذا؟ من يستسمح فيك مليح سي مدير. عديت شفتوا البلاغ بتاع الرابطة حقوق الإنسان؟ نعم اي تفضل شفت. نعم تفضل علق على البلاغ. طبعا رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان دائما تتحرك بوعي ايديولوجي اولا يساري وبوعي انقلابي ايضا، بمعنى انها ليست ضد لحظة 15 جويلية، وهذا ما اثبته التاريخ. يعني كي نرجع للتاريخ لم يكن الرابطة ضد 25 جويلية، لكنها أخذت مسافة تو على مسار 25 جويلية. وفي الحقيقة رأوا معظم المكونات السياسية في تونس والمدنية في تونس أخذت مسافة على مسار 25 جويلية، لكن ديما بمنطق انقلابي. نقول بمنطق انقلابي معنى أن هذا الاعتراض وهذا التحفظ على مسار 25 جويلية موجه أساسا إلى طيف معين اللي هو الطيف الإسلامي السياسي أو إلى حركة النهضة حتى نكون أكثر دقة. اعتقد هذا كل خطابات هذه المنظمات الوطنيه بين قوسين يدور في اطار محاوله عزل حركه النهضه بطريقه او باخرى، بطريقه مباشره او غير مباشره او بطريقه ضمنيه. يعني وكانه تقول انت الخلاص من تونس بعد اعتراف العباسي، وقال ما كبيناش السلاح وقال كنا ديما لخليناهم يرقدوا ليل نهار 10 سنين، واعتراف ام المجرمين، وكان تونس ما تنجم ترتاح الا كيف تتخلص من مواطني النهضه وجمهور النهضه وناخبي النهضه، ولايه مدنين في البحر وتطاوين في الصحراء وبين قردان ندزوها ليبيا والنووي على عده قرى وعده اماكن عندها هواء محافظ هكا شويه وتحن هكا شويه بما يعطي الاغلبيه في كل مره للحركه هذه، وكأن تونس ما ترتاح إلا إذا تصفي الحركة ذي أو هكذا. للأسف هناك منطق منطق إقصائي، منطق إلغائي، منطق تناف واضح جدا خاصة من اليسار الوظيفي، وليس يسار نضاليا، هناك يسار نضالي في النهاية، لكن ما نراهم اليوم هو يسار وظيفي، يسار يعمل على اسناد هذه السلطه الانقلابيه حتى يجد مدخلا الى السلطه بعيد عن تخب مراكز الاقتراع. ديما الهج الاساسي هو مراكز الاقتراع، هو صندوق الاقتراع. لا يمكن يعني تجنب صندوق الاقتراع او تجنب عمليه انتخابيه حقيقيه دون دعم الانقلاب او دون دعم حاله استبداديه تمكن هؤلاء من تجاوز هذا الصندوق والوصول الى السلطه دون هذا الاختبار الشعبي الجدي. يعني عبد الباقي فتحي الرابطة بتاع حقوق الإنسان مكسب وطني حتى هي كذلك؟ الرابطة بتاع حقوق الإنسان تاريخيا هي مكسب وطني، وفيها كانوا فيها فتاحنا نحكي على توا يا أستاذ عبد الباقي، خليني أحكي لي على الحاضر. الله يجزيك خير أستاذ مقداد. وقع مثل الاتحاد، وقع اختطاف الرابطة من طرف جهة ايديولوجية متطرفة مع الأسف. جهة مجهولة ذي ولا تعرفها انت شكون الجهة؟ أنا ما نحبش نسمي. تسمي أنت باه؟ الله يبارك. ولكن مهما يكون الرابطة المواطن يحير كيف يقول جهة مجهولة، المواطن يحير، المواطن ما يفهمش شنو معناها جهة مجهولة. معليش
الرابطة فقدت هويتها كمنظمة وطنية تدافع عن حقوق الإنسان ك يعني شعار عالمي يونيفرسال، يعني أي إنسان يتعرض للانتهاك لحقوقه البدنية أو المادية يوقع الدفاع عنه بدون النظر لا إلى لونه ولا إلى دينه ولا إلى جنسه وإلى لا شكله. هذا ما تقوم به كل رابطة حقوق الإنسان في العالم، إلا الرابطة التونسية الدفاع حقوق الإنسان في تونس، هي الآن أصبحت رابطة حزبية تدافع عن فئة معينة اللي هي فئة يسارية، وحتى اليساريين ما تدافعش عليهم الكل إلا اللي منخرطين في ممكن مسار كانوا منخرطين في مسار انقلاب وبعد تعرضوا إلى بعض التضييقات. فكيف سي بسام التريفي، نحن نتضامن كحقوقيين، نتضامن مع سي بسام التريفي، نتمنى أن سي بسام التريفي والمكتب متاعه والهيئة متاعه الوطنية يستفيقوا ويدافعوا على التوانسة ويقوموا بدورهم الحقيقي، لأنهم يأخذوا في دي سيبونسيون يعني دعم خارجي قوي، وهذا معروف ويتعدى عن طريق البنك المركزي. لذلك ندعوهم أنهم يتحملوا مسؤوليتهم واللي يخلوا البلاصة لغيرهم، لأن الرابطة اللي بناها حسين بن عمار أعطوا يخلوا البلاصة لغيرهم إذا الملك حمودة بن سلامة ودالي الجازي وغيرهم الله يرحمهم، يعني هذا رابطة تبقى يعني كانت رابطة كونسنسيال يعني وفاقية تدافع عن الجميع. نحب الرابطة بهذا الشكل، ونتمنى أن الرابطة تعود كما كانت. ونحب نقول كلمة أخيرة أستاذ مقداد، فضل أن الخارج الآن تكونت هيئات حقوقية دولية ستتابع بالتفصيل الممل كل من ساهم وأجرم في حق الحرية والديمقراطية، ومن ساند الانقلاب، ومن خطط، ومن نفذ. وهذا شكرا. شوية وقت وسترى. شكرا لك سي عبد الباقي فتحي، كنت معنا من باريس. صابر النفزاوي ربما كلمة الختام لو تسمح تفضل. الخبر الجيد بالنسبة للمتكون الإسلامي في تونس كيف حركة النهضة أو الإسلاميين عموما يحتاج إلى ضوء أخضر غربي. الولايات المتحدة الأمريكية مثلا لا يمكن أن تسمح بهكذا سداد، لأن استراتيجيتها المتعلقة بالإسلاميين تدور حول الاحتواء لا التحييد. ثم أنه فما فيتو جزائر يتعلق باستهداف حركة النهضة جذريا، وذلك خشية تأليب أو استثارة المكونات الإسلامية داخل الجزائر، ونحن نعرف العشرية السوداء أو العشرية الحمراء في الجزائر. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ صابر النفزاوي.